خلينا نتكلم على أداء سعر الجنيه خلال سنة 2019، وأيضا نريد أن نعرف يعني القوة الشرائية للمواطن، بالرغم من أنه في قوة أكثر للجنيه لكن ما زالت القوة الشرائية قليلة يعني، وبالعكس في بعض المواد والسلع أخذها في التزايد. ايه تحليل حضرتك لده؟ طيب بالنسبه للجنيه طبعا هو خلال الشهور الماضيه دي حصل في تحسن في الحقيقه وتراجع سعر الدولار، والبعض بيتوقع استمرار تراجع سعر الدولار خلال عام 2020، وده طبعا شيء ايجابي، ده لان في النهايه العمله هو انعكاس لقوه الاقتصاد او مجمل ما يحدث في الاقتصاد. لكن في النهاية جزء كبير من الاحتياطي اللي عندنا في الحقيقة هو قروض، هذه القروض لما هنسددها ده ممكن يأثر مرة أخرى على الدولار، فيجب قبل ان احنا ما نستنزف هذا الاحتياطي ان احنا نحاول نزود من مواردنا من النقد الأجنبي اللي هي الاستثمار الأجنبي، زيادة الصادرات، زيادة السياحة، دخل قناة السويس، تحويلات المصريين العاملين في الخارج، هي دي اللي بتجيب لنا نقد أجنبي. فلابد ان احنا نركز عليها، لان كل ما يزيد النقد الأجنبي اللي داخل كل ده ما يؤثر إيجابي على سعر الصرف. هل يرتبط ذلك بالقوة الشرائية؟ بالتأكيد طبعا بيرتبط بالقوة الشرائية، لان احنا اولا جزء كبير للأسف من استهلاكنا استيراد من الخارج، فدايما الدولار بيأثر بدرجة كبيرة جدا على معدل التضخم، عشان كده احنا كل ما بيتراجع الدولار بنفرح على عكس بعض الدول، ده بعض الدول بتحاول بالعكس تخفض عملتها، لكن احنا لان في الحقيقه جزء كبير من استهلاكنا استيراد من الخارج، فكل ما يتراجع الدولار معناه ان ممكن تتراجع الاسعار، فده يزود القوى الشرائيه للمواطن. لكن ده يرجعنا طبعا في الاصل الموضوع اللي هو العلاقه ما بين الدخول وما بين الاسعار، ما زالت طبعا في فجوه عندنا ان مستوى الدخول عندنا منخفض بالنسبه لمستوى الاسعار.